بس اخد الـ ID بتاع عندي. تمام، عايز أتأكد بس من هنا البث عامل إزاي؟ اتفضل دكتور كده اتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت عشان انا اسمع حضرتك في المكالمة تمام. واتصل بحضرتك تاني. اوكي الو، يا دكتور حضرتك سامعني؟ سامعك خلاص خلاص. عايز تبدأ بعد دقيقة؟ عملت شيرنج سكرين؟ نبدأ. أنا
دكتور السلام عليكم، الأمور تمام؟ ممكن إن شاء الله نبدأ بعد دقيقة. طيب خير إن شاء الله. اي دكتور كده الامور تمام. نبدا. تفضل دكتور. سامي الميوت من عندك انت. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوه والاخوات والاصدقاء والاحباب في كل مكان، نرحب بكم مره اخرى في اللقاء الثاني من محاضره الخطوط الهندسيه لبناء المجتمعات المدنيه الجزء الثاني. احنا بنشكر الاستاذ علي الشوا والاستاذ محمد يوسف على الاخراج الفني لهذا البرنامج. وكما تذكرتم انتم الاسبوع الماضي تكلمنا على الجزء الاولاني في الخطوط الهندسيه في بناء المجتمعات. احنا لابد ان احنا نبني مجتمعات ومجتمعات مدنيه لنحل المشاكل في العالم كلها من خلال العمل المدني الذي يؤدي الى مشاركه جميع المواطنين في بناء المجتمع وبناء الوطن وبناء الدولة، وليس فقط فصيل واحد من الفصائل التي في أي وطن من أوطان. في المقدمة بنتكلم عن الفهرس زي ما احنا اتكلمنا، هنكون في مقدمة وفي كل الأشياء دي. احنا كان ست محاور هنتكلم عنهم إن شاء الله اليوم، كما تكلمنا عن ست محاور في الأسبوع الماضي. في الأسبوع الماضي احنا اتكلمنا عن اللي هم المحاور الرئيسية في بناء الهيكل المجتمعي اللي هي المتوازيات والمسارات والمركبات. ما عرضناه في الجزء الأول من هذه المحاضرة اللي هو الأسبوع الماضي، كان بيعبر عن شكل وأساس المجتمع، وكأن المجتمع ده بيت احنا بنبنيه زي ما انتم شايفين في الصورة. في على الشمال في بيت، أرجوكم يا أخوة وأخوات كلكم في أي مكان أصدقاء أنكم تخشوا على الزوم، لأن الرسومات كلها موجودة على الزوم، على الرابط مش على الفيسبوك. يعني حتى على الفيسبوك في رابط الزوم موجود، ممكن تجدوه وتخشوا، هتلاقي في الصورة دي إحنا بنبني مجتمع زي كأننا بنبني بيت، نبني مجتمع كما أننا بنبني بيت. فالمجتمع ده بيحتاج تلات حاجات. بيحتاج المتوازيات اللي بتكون التاريخ اللي بالتالي بيؤدي لوضوح شخصية المجتمع فيما بعد، ثم بيكون في مسارات وفي مركبات، ودول بيكونوا أو بيبنوا الأساسات بتاعة المجتمع، اللي منها الأساسات والحوائط والأعمدة اللي بتكمل بناء المجتمع ككل. يبقى احنا عندنا واجهة لما انتم شايفينها في الصورة اللي على الشمال دي، شكل البيت بيدم عن ثقافة اللي بتدم عن التاريخ اللي بنتكلم عنه، والعالمين اللي مراحل البناء اللي هي في الأساسات و المسارات اللي بنتكلم عنها والمركبات. فالتاريخ والمتوازيات اللي تحدد معالم شخصيتها المجتمع، اللي هو الشكل الخارجي والصفات الظاهره، وسوف يراها ويتفاعل معها الجميع. اما المسارات والمركبات فستكونان الاساسات والقوائم والجدران والاسقف التي سوف تبني اركان هذا المجتمع اللي هو البيت، ونود ان نبنيه سويا. يعني احنا المجتمع هو زي المنزل، المجتمع زي البيت بالظبط. على بندي له اساس وحوائط واعمده واسقف عشان يمشي له، وفي نفس الوقت بنجعل له واجهه خارجيه عشان تحدد معالم شخصيه هذا المجتمع او هذا البيت او سكان هذا البيت. الشرايح
اما اليوم نعم هنتكلم الجزء الثاني، يعني احنا بدينا شكل المجتمع من بره، البيت اللي احنا شفناه في الصورتين اللي فات دول، دلوقتي هنخش داخل البيت ده وهنشوف احنا بنعمل ايه في البيت من خدمات. اما اليوم في الجزء ده من المحاضره هنتحدث عن اغوار المجتمع الدفينه الداخليه والمتمثله في ايه؟ في المتقاطعات والمتشابكات والمتطابقات والمترادفات والمتواليات. قد بعض الناس يقول لك ايه المصطلحات الكتيره اللي بتحطها دي كلها، دعونا نصبر علشان نعرف ما معنى هذه المصطلحات. المتقاطعات والمتشابكات والمتطابقات والمترادفات والمتواليات والتي سوف تكون موجوده داخل البيت، داخل المجتمع، البيت زي ما قلنا ان هو مجتمع. داخل البيت من خلال ايه؟ من خلال الخدمات التي يحتاجها ابناء هذا المجتمع. يعني كل هذه المصطلحات هي اللي هتؤدي لتقديم خدمات لابناء هذا المجتمع او سكان هذا البيت. زي ايه الخدمات بقى في البيت؟ من المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والخطوط التليفونيه والشبكات الالكترونيه والمستقبل الهوائي للتلفاز ولا غيرهم. ولو احنا بنتكلم عن المجتمع هتلاقي فيه اشياء كثيره جدا جدا جدا، كل التقاطعات والتشابكات دي والمترادفات والمتواليات هم اللي هيكونوا الخدمات اللي بيحتاجها كل مواطن داخل المجتمع او كل ساكن داخل البيت. وذلك زي ما احنا شايفين النساء العالمين بيعملوا النسيج سجاد في كل الاشياء المكتوبه، في المتشابكات وفي المتقاطعات وفي كل الاشياء اللي بنتكلم عنها، وحتى الصوره اللي على الشمال اللي هي بتاعت المفرش دي اللي فيها ايه؟ المتشابكات اللي موجوده عندنا ايضا. وغير ذلك من الخدمات يحتاجها ابناء المجتمع او ساكني هذا البيت، والتي كلما هنا بقى اسمعوا الحته دي مهمه جدا جدا جدا، الخدمات دي والتي كلما تقدم المجتمع في عمر بقائه وتطوير ادارات مساراته المجتمعيه كلما ازدادت اعداد هذه الخدمات التي يطلبها ابناؤه من القائمين على تسيير شؤون هذه المسارات تناسبا طرديا مع بعضها البعض كما ذكرنا من قبل. اقولها ثاني عشان تكون واضحه بالنسبه لكم. كلما تقدم المجتمع في العمر في البقاء في عمر بقائه وتطوير ادارات مساراته المجتمعيه كلما ازدادت اعداد الخدمات. خدمات التي يطلبها ابناء هذا المجتمع من القائمين على تسيير شؤون هذه المسارات تناسبا طرديا مع بعضها البعض كما ذكرنا من قبل. في الاسبوع الماضي زي ما انتم شايفين في الشريحه كنا اتكلمنا احنا عن الخطوط الرئيسيه الهيكليه للمتوازيات والمسارات والمركبه، دي اتكلمنا عنها في الاسبوع الماضي، اللي عايز يشوفها يرجع للفيديو الموجود في اليوتيوب بتاع الاسبوع الماضي. الاسبوع ده اليوم هنتكلم عن 5 خطوط متقاطعه اللي هي المتقاطعات والمتشابكات والمتطابقات والمترادفات والمتتاليات. شريحه. واحد منكم يسال سؤال كده، يعني سؤال عفوي او سؤال طبيعي او سؤال من حقك انك تسال او من حق انك تسالي. زي ما احنا كاتبين في الشريحه، ما هي هذه المصطلحات الجديده؟ كل شويه بتجيب لنا بقى مصطلحات وهتوجع عليها دماغنا وهتلخبطني الى اخره. هقول لكل تعريف شيء انا جبته من التعريفات اللغه العربيه دي. المتقاطعات تعبر عن التلاقي والتشابك زي ما هنشوفها بعد كده. المتشابكات تعبر عن التداخل والاختلاط زي ما انتم شايفين في ايديا كده. المتشابكات تعبر عن التداخل والاختلاط والتعقد والتشوش حتى بعض الاحيان في المجتمع التشاجر والالتباس. المتطابقات هي التساوي والتوافق، يبقى كل شيء زي بعضه. التساوي والتوافق والتماثل. والمترادفات هي الكلمات التي تعطي نفس المعنى وتدل على نفس الموضوع وتكون متكافئه في المعنى وتدل على التتالي، التتالي التتالي يعني المتتابع والتتابع. أما المتواليات فهي مجموعة من الأغراض أو الأحداث المرتبة بنمط خطي، حيث يكون ترتيب أعضاء المتتالية محددا تماما ومميزا وينمو نموا انشطاريا، وما نسميه انشطاريا ثنائيا. فتنقسم في الخلية إلى خليتين ثم 4 ثم 8 ثم 16 إلى آخره. أقولهم تاني. يبقى المتقاطعات هي التلاقي والتشابك المتشابكات التداخل والاختلاط والتعقد والتشوه، والمتطابقات هي التساوي والتوافق والتماثل،
والمترادفات هي الكلمات التي تعطي نفس المعنى وتدل على نفس الموضوع وتكون متكافئة في المعنى وتدل على التتالي والتتابع. أما المتواليات هي مجموعة من الأغراض أو الأحداث المرتبة بنمط خطي حيث يكون ترتيب أعضاء المتتالية محددا تماما ومميزا وينمو نموا انشطاريا. زي ما احنا بنتكلم عن الانشطار الثنائي اللي في الخلايا، الواحد تبقى 2 و2 تبقى 4 و4 تبقى 8 الى اخره. لو انتم ملاحظين ان حطيت الجمله اللي في اسفل الشريحه بالاصفر ليه؟ لانها مهمه جدا، ودي هتدخلنا في الصراعات اللي هو السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي. سوف تقود فلسفة هذه الثقافات اللي هنتكلم عنها دلوقتي، كل هذه الأسئلة ليها ثقافات معينة وفلسفة معينة داخل منظومة، لما نتكلم عن الحاجات دي داخل منظومة التواصل الاجتماعي هتقود إيه؟ هتقود نموات جديدة انقسامية انشطارية. يعني هذه الثقافات والفلسفات داخل منظومة التواصل الاجتماعي، داخل منظومة تطور التواصل الاجتماعي هتقود نموات انقسامية جديدة، انقسامية اشتراكية جديدة لا حدود لها. اللي بقى لا حدود لها، لا حدود لها، لا حدود لها في الثقافة وفي الفلسفة وفي كل هذه الأشياء. سوف تقود فلسفات هذه الثقافات داخل منظومة تطور التواصل الاجتماعي نموات انقسامية انشطارية لا حدود لها، وقد تصبح فيما بعد، وقد تصبح فيما بعد، وقد تصبح فيما بعد والله أعلم، مدمرة الحضارات والثقافات والحياة والمجتمعات، مما قد يؤدي إلى هلاك الكون وما فيه من مخلوقات والله أعلم. أنا بتكلم عن إيه؟ كل هذه التداخلات لو احنا دخلناها في منظومة التطور التواصل الاجتماعي اللي احنا بنستفيد منه بنستعمله دلوقتي هتؤدي إلى انشطارات انقسامية وانقسامات انشطارية لا حدود لها، قد تؤدي فيما بعد إلى تدمير الحضارة والثقافة والحياة والمجتمعات. معانا يا شباب؟ طيب. دي بعض الأشكال اللي أنا شرحتها لكم قبل كده. على أعلى اليمين مطابقات الشكل فيه متماثل، كله متماثل، جنبها مترادفات كلهم تقريبا نفس الحجم ونفس الشكل ونفس اللون، لكنهم كل واحد فيهم بعض الثاني اللي هم مترادف. تحت المتقاطعات للكروسينج، وفي النص اللي هم متشابكات اللي هي الشبكات اللي بنعملها، والادي انقسامات الانشطاريه للشباب اللي درسوا احياء اللي هو الخلايا، انشطار الخلايا من واحده لاثنين، كل واحده من الاثنين تبقى واحده الى ان يوصل مثلا الى ملايين الخلايا الى اخره. طيب ارجع اقول مره ثانيه، انتوا هتسالوا السؤال، طب انت جايب لنا كل المصطلحات اللي بتوجع قلبنا دي ليه؟ ليه؟ مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة ومرة خمسة، السؤال هيتكرر. لأن كل هذه المصطلحات، كل هذه المصطلحات وغيرها بتكون داخل التكوين العضوي الإنساني، في داخلك أنت وداخلك أنت. لأن كل هذه المصطلحات وغيرها نجدها داخل التكوين العضوي الإنساني، الإنساني المتأثر بمجريات الأمور، والذي يحدد فيما بعد الأنماط المختلفة للفلسفات الثقافية لهذه المجتمعات والشعوب التي يعيش في داخلها الإنسان. هقولها تاني لأن جملة طويلة دي، بس خلوا بالكم منها، وأرجوكم روحوا على الزوم عشان تقروا الكلام ده، ويكون عندكم الكلام ده موجود على الزوم، مش موجود مش هتشوفوه على الفيسبوك. لماذا هذه المصطلحات الجديدة؟ لأن كل هذه المصطلحات وغيرها نجدها داخل التكوين العضوي هنا، هنا عندنا، المتأثر بمجريات الأمور، والذي يحدد فيما بعد الأنماط المختلفة للفلسفات الثقافية لهذه المجتمعات والشعوب التي يعيش في داخلها الإنسان. كله مرتبط ببعضه وفق نظام بديع ربنا سبحانه وتعالى وضعه للعالم كله، وليس فقط للإنسان لكن كل الخلائق في الدنيا. فلو احنا تكلمنا على الثقافات والفلسفات اللي طلعت دلوقتي، فإن نظرنا إلى قضايا الهجرة سواء كانت هجرة طوعية أو قصرية زي ما احنا شايفين في الشريحة، والنزوح واللجوء، هنجد إنه في قضايا كثيرة جدا جدا داخل الهجرة وداخل النزوح وداخل اللجوء. هذه المشاكل سوف تؤدي إلى تغيير الفلسفات الفكرية للمهاجر
والنازح واللاجئ من جهة، وسوف تتأثر بهم الفلسفات الثقافية للمجتمعات المضيفة. يعني المجتمعات المضيفة هتتأثر، واللاجئ والنازح وال هيتأثروا، الاثنين هيتأثروا، لأن يعني في تحرك كتل بشرية بثقافات فلسفات فكرية مختلفة تسكن في مجتمعات جديدة تتأثر سلبا وإيجابا بالنزوح واللجوء والإيه والهجرة، وتأثر المجتمع المستضيف لها سلبا أو إيجابا باستقبال مثل هذه الأعداد. وسوف يؤثر هذا سلبا أو إيجابا على المجتمع المضيف زي ما اتكلمت، وسنراه جليا في أنواع. ده بقى هيطلع لنا بقى إيه؟ هتطلع لنا ثقافات جديدة وفلسفات جديدة هنشوفها فين؟ هنشوفها في الأكل، خد بالك، في أنواع الأطعمة والمذاقات الجديدة والموسيقى والشعر والغناء والأدب والفنون واللباس والتزين والقيم والأخلاقيات المكتسبة والاحتفالات الاجتماعية والاحتفالات الدينية، كل حاجات كتيرة جدا هتتغير داخل المجتمع المضيف وداخل المجتمعات المهاجرة أو النازحة أو اللاجئة. واضح يا شباب؟ واضح. هضرب بعض الأمثلة زي ما أنا قلت في الشريحة، ومن أمثلة من وغير ذلك من أمثلة منها. أول مثل هنتكلم عنه النزوح السوري داخل سوريا. النزوح السوري داخل سوريا معنى إيه؟ هذا النزوح التقت فيه مجتمعات مختلفة، اللي جاي من دير الزور، واللي جاي من الحسكة، واللي جاي من حمص، واللي جاي مش عارف مين ومنين ومنين وحلب إلى آخره، وراحوا كلهم قعدوا في مكان جديد، في مكان جديد. هذا النزوح التقت فيه مجتمعات مختلفة من السوريين، أتوا بثقافات مناطقية، ثقافات مناطقية، ثقافات مناطقية مختلفة في بعض مظاهرها، واتفقت في العموميات لأنهم عايشين في وطن واحد. لكن مع ذلك، برغم أنهم عايشين في وطن واحد، لأن كل منطقة لها ثقافة وفلسفة مختلفة عن المنطقة الثانية. لتتعايش هذه المجموعات والمجتمعات في مكان لتعايش هذه المجتمعات الجديدة سويا وفوق أرض جديدة عليهم. يعني انتقلت هذه الكتل البشرية أو هذه المجتمعات الصغيرة إلى مكان جديد جديد عليهم كلهم، عشان كلهم يقعدوا مع بعض ويكونوا مجتمع جديد. لتتعايش هذه المجتمعات الجديدة سويا وفوق أرض جديدة عليهم وبإمكانيات مختلفة عما كانوا عليها من قبل، أو في كثير من الأحيان عدم وجود إمكانيات، عدم وجود إمكانيات. ويصبح لزاما على هؤلاء الناس في داخل المجتمعات تكوين مجتمعا سوريا جديدا بثقافة لم تكن موجودة من قبل. هيقعدوا مع بعض يعيشوا مع بعض ويتعايشوا مع بعض، هيكونوا مجتمع جديد بثقافة ما كانتش موجودة أبدا في المجتمع المستقر السوري اللي كان قبل النزوح داخل سوريا. واصبح زي ما عين تكوين مجتمعا سوريا جديدا بثقافة لم تكن موجودة من قبل، نبتت وأظهرت وأثمرت من داخل فلسفة المعاناة والحرمان والغربة الداخلية. فلن تصبح هذه المجتمعات اللي أنا بسميها كتل بشرية جديدة لها نفس ثقافة مجتمعاتها التي نزحت منها. مش ممكن هتكون نفس الثقافة اللي جايين بيها اللي كانت موجودة في حلب قبل المواجهات العسكرية، أو في حمص، أو في دير الزور، أو في الحسكة، أو في أي مكان في سوريا قبل ما يلتقوا في هذا المكان. ده بالنسبة للنزوح الداخلي القضية السورية. بالنسبة للجوء، أنا بتكلم بكلام ببساطة، مش معقم، مش للناس اللي هم الإيه متخصصين. يعني اللجوء ما يحدث أثناء الصراعات المسلحة أو ساعات بعض الكوارث الطبيعية الكارثية، زي الإيه، في كوارث طبيعية دي في منها طويلة الأمد زي الجفاف والتصحر والقحط والمجاعات، فمنها قصيرة الأمد اللي هي الزلازل والبراكين والسوناميات والفيضانات والسيول. دي بتيجي مرة إيه، تاخد لها شهر وشهرين وتخلص. أما النزوء، أما الجفاف والتصحر بياخد سنين عشان إيه يغير الناس. وكلاهما كلا 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 ال 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 الأمرين بيؤدي للنزول الى اللجوء، اللي هو ايه، الكوارث الطبيعيه، لمجتمعاتهم اللي ترك المواطنين لمجتمعاتهم، واللجوء الى مجتمعات الدول المجاوره. لان يعني اللجوء معناها اقرب الدول ليهم. اغلب اللاجئين في كل مكان في العالم هي في الدول المجاوره للدوله الام.
في بعضهم بيسافروا دول تانية، بس الغالبية العظمى زي مثلا ما قلت انت مثلا في القضية السورية، هتلاقي اللجوء في حوالي 3.5 مليون في تركيا، في يمكن 2 أو 3 مليون تقريبا في لبنان، وفي لبنان وفي الأردن، يبقى حوالي 6 مليون حوالين الوطن السوري، ده خلاف 8 أو 9 مليون اللي هم النازح داخل ايه سوريا اللي موجودين في الداخل. وكلاهما يؤدي الى ترك المواطنين لمجتمعاتهم واللجوء لمجتمعات الدول المجاوره، والعيش في الكثير من الاحيان في عيش في سكنات بشريه معزوله عن المجتمعات المضيفه، يعني هيحطوهم بره المدن. لما تروحوا كده في كثير جدا من الدول المستضيفه للاجئين، هتلاقي اغلب مخيمات لاجئين خارج العمران السكني للمدن في هذه الدول. في مجتمعات، في سكنات بشريه معزوله عن المجتمعات المضيفه، فتصبح الفلسفه الثقافيه الفكريه لمجتمعات اللجوء غير ثقافه المجتمعات المضيفه، ده اكيد. لهم من جهه، وتبرز هنا ايضا ثقافه كثقافه النزوح داخل السياق السوري، نحن ذكرناها من قبل، يعني حتى ثقافه النزوح دي نشات قريبه عن الثقافات المستقره في في المناطق المختلفه داخل سوريا، لكن هنا برضه هتصبح للجوء في ثقافه ثانيه تختلف عن ثقافة مجتمعهم الأصلي اللي هم خرجوا منه وثقافة المجتمع المضيف. يضاف إلى هذه الثقافات، يعني أنا كلاجئ، أغلب اللاجئين بيكونوا جايين من مدن مختلفة، برضك نفس المشكلة، هيتحطوا في السكنات دي وهيمتزجوا مع بعض علشان يعملوا ثقافة جديدة لمجتمعهم الجديد داخل أرض غريبة عنهم. ويضاف إلى هذه الثقافة ثقافة أخرى، ثقافة الدونية والعلوية. الدنيا طبعا اللاجئ، الناس بتنظر له بنظرة ازدراء، تنظر للمرأة نظرة ازدراء، للبنت نظرة ازدراء إلى آخره، واحتقار إلى آخره، والرجل كذلك. ثقافة الدنية والعلوية، دنية للاجئ، دنية اللاجئ، وعلوية مواطني المجتمعات المدنية. ليس فحسب اللي هي أنا أوصلك من تحت كده من فوق لتحت وأجيبك كده، لا، بل قد تصل إلى ثقافة التمييز السلبي والتفرقة العنصرية والشك والريبة والخوف من هؤلاء المستوطنين الجدد، فيصبحوا بالنسبة للمجتمع المضيف مصدرا للجريمة والفساد وانتشار الأمراض المجتمعية، وهذا ما يحدث وما زال يحدث وكان يحدث مع اللاجئين السوريين والصوماليين والأفغان والفلسطينيين وكل اللاجئين في أفريقيا من دول مختلفة أو في آسيا من دول مختلفة. ده اللي بيحصل لما في بعض اللجوء، الملايين من البشر نتيجة للصراعات المسلحة أو للكوارث الطبيعية، ده اللي بيحصل في هذه المجتمعات. أرجوكم يا شباب روحوا على الرابط بتاع اللينك اللي هو بتاع الزوم عشان تشوفوا الشرايح اللي موجودة. المثل الثالث اللي هنضربه هو الهجرة. الهجرة دي بتكون هجرة طوعية، الناس عايزة تهاجر، منها جزء شرعي ومنها جزء غير شرعي. الجزء الغير شرعي اللي هو الهجرة الاقتصادية، ها، اللي احنا بنتكلم عنها، اللي من البلد الفقيرة للبلد الغنية. الهجرة معناها الانتقال من البلد الذي نشأنا فيه إلى بلدان أخرى بطرق شرعية أو بطرق غير شرعية. خلاص؟ الهجرة الاقتصادية النوع الأول هو للبحث عن فرص عمل في هذه البلدان الغنية، وغالبا ما يكون هذا النوع من الهجرة اللي هو الهجرة الاقتصادية هي من الهجرات الغير شرعية، زي ما احنا شفناها في خلال ال 15 سنة الماضية أو أكثر. غير شرعية كالعائلات التي نراها تخاطر بحياتها وبحيوات أولادها هربا من شظف العيش في الدول في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو الآسيوية، أن تصل إلى شواطئ الأمان في أوروبا وفي امريكا. وانا بقول لكم ما فيش شواطئ امان في اوروبا وامريكا، ما فيش شواطئ امان. دي الهجره الاولى، الهجره الاقتصاديه. وفي الغالب هنشوف، احنا شفنا كتير جدا الناس اللي ركبوا المراكب واللي ركبوا الحافلات واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي ماتوا في الحافلات الى اخره، ازاي ايه ضحوا بحياتهم علشان يوصلوا لشواطئ العسل وشواطئ الراحه وشواطئ الامن والامان، العسل واللبن، لكن لا في شواطئ ولا اي حاجه. النوع الثاني للهجره اللي هو بنسميها الهجره،
اللي هي الهجرات الناعمه. يعني ايه هجرات ناعمه؟ بالنسبه لي انا حطيت الاسم ده يعني الهجره اللي بترحب فيها الدول الغنيه بسواعد وخبرات وملكات وعلوم ابناء الدول الفقيره اللي هي محتاجاهم. يعني بيقول لك ايه، انا عايز عن احنا مثلا في بريطانيا، في كندا، في امريكا، في السويد، في النرويج، في بعض الدول كلها بيحتاجوا ليد عامله كثيره، في المانيا الى اخره، فبيحتاجوا يد عامله. قد تكون يد عامله ايه، زي الايه، زي البنايين، زي الكهربائيه، زي اللي هم السباكين، زي الحدادين الى اخره، دي من جهه. قد يكونوا محتاجوا مدرسين، قد يكونوا محتاجوا لدكاتره اطباء، قد يكونوا هناك ناس علماء الى اخره. فدي بيكون الهجره اللي بنسميها الهجره الناعمه، والهجرات التي ترحب بها الدول المضيفه الغنيه والمحتاجه لسواعد وعقول ابناء هذه المجتمعات الفقيره والمهاجره اليهم للاستفاده من خبراتهم وعلمهم وابداعاتهم. يبقى احنا قلنا في عموم من الهجره، هجره اقتصاديه في الغالب بتكون هجره غير شرعيه، وهجره ناعمه في الغالب بتكون مرحب بها من الدول الكبيره دي اللي محتاجه ايه الخبرات دي كلها. وهنا ستنتج ثقافتين جديدتين اخرى. كلما يتحرك الإنسان من مكان لمكان بينشئ مع تحركه دي مجموعة من الثقافات المتداخلة الناشئة لتنشئ فلسفات من خلال فلسفات أخرى. وسوف تنشئ هنا ثقافتين جديدتين أخرتين. الأولى ثقافة الهجرة الاقتصادية لأصحاب المركبات والمراكب. زي ما احنا شايفين في الصور، شوف المركب كان مقلوب ازاي، واعتقد ما الله اعلم ده المركب اللي الناس فيها ماتوا في البحر الابيض، والثانيه فيها الشاحنه لما البوليس وقفهم على احد حدود الدول الاوروبيه وفتح لقى الشاحنه كلها مليانه ايه؟ لاجئين ولاجئات. الهجره الاقتصاديه لاصحاب المراكب والمركبات والتي في غالبها ما سوف تتبع سياسه اللجوء. وتحاط بالشك والريبه والخوف والفزع من الدول المضيفه، يعني زي ما حصل وشفناه من 3 4 سنين، والناس طلعوا من تركيا على اليونان، ومن اليونان على اوروبا وكذا، وازاي كانت بعض الدوائر الامنيه بتتعامل معاهم تعاملات سيئه جدا، ادت الى موت البعض او ضرب البعض او جرح البعض الى اخره يعني. ولات سوف تحب الشك والريبة والخوف والفزع من الدول المضيفة ومواطنيها لها، حتى العموم ما كانش بيسمح. في بعض الدول زي المجر وزي اليونان، اليونان كانت بتسمح بالعبور، المجر وفي دول تانية في أوروبا بس أنا مش فاكر اسمها، وبلغاريا يمكن، كانش بيسمحوا بإيه بمرورهم للدول التانية. خوف الدول المضيفة دي بتفرز ثقافة اللجوء، ولكن في مجتمعات أخرى مش المجتمعات ايه الفقيره اللي هي مجاوره لمجتمعات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اثناء الحروب. فتفرض ثقافه اللجوء ولكن في مجتمعات اخرى قد يكون فيها الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي اكثر بكثير من الدول المجاوره لدولهم التي هاجروا منها. يعني ما زي ما انا قلت قبل كده من دقائق، ما فيش حركه لانسان او مجتمع او مجموعه من البشر من مكان الى مكان الا ما هيفرزوا مع حركتهم دول ثقافات وفلسفات جديدة. ثقافات وفلسفات جديدة. ده بالنسبة للهجرة. اللي هو ايه؟ المثل الثالث. اللي هو الهجرة الاقتصادية. أما بالنسبة للهجرة الناعمة، زي ما احنا شايفين طبعًا كل قوانين في الدول المضيفة هترحب بيهم، احنا عايزين دكاترة، احنا عايزين علماء، احنا عايزين مدرسين، احنا عايزين عمال، احنا عايزين كذا كذا، يرحبهم ترحيب جميل جدًا. ها، لانهم محتاجين لها. لكن هنا سنجد ان المهاجر من ابناء هذه القدرات من الدول الفقيره هيجد في نفسه او في نفسها في نفسها غصه في حلقها. من ايه بقى؟ سوف يصبح هناك ايضا غصه في حلق ابناء هذه المجتمعات المهاجره من المبدعين لما سوف يشعرون به داخل مسيرة معيشتهم في هذه المجتمعات المضيفة والتي لا تضع، اسمعوا بقى دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لا تضع سقفا لإبداعاتهم، التي لمجتمعات مضيفة لن تضع سقفا لإبداعاتهم، ولكن ستضع أسقفا
متحجرة لنموهم الرأسي القيادي الاجتماعي داخل المجتمعات. يعني أهلا وسهلا بكم، تشتغلونا تنتجولنا تعملوا كذا كذا، لكن تبقوا أصحاب قرار، تبقوا أصحاب يعني حيثية قوية. لا، فدي بيشعر فيها مين؟ بيشعر فيها كل مبدع أتى من دولة أفريقية أو دولة آسيوية واستوطن هذه الدول الغنية وأبدع في بناء حضارتها، أنه لا يجد التقدير والاحترام من هذه الدول أو من أبناء هذه الدول. هجرة ناعمة سوف ترحب فيها قوانين هذه الدولة المضيفة بهذه العقول والسواعد التي هم في حاجة عليها. سوف يصبح هناك أيضا غصة في حلق أبناء هذه المجتمعات المهاجرة من المبدعين لما سوف يشعرون به داخل مسيرة معيشتهم في هذه المجتمعات المضيفة، والتي لن لا تضع سقفا ولن تضع سقفا لإبداعاتهم. احنا عايزينكم اشتغلوا 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 زي ايه مش عارف ايه، ولكن ستضع لهم اسقفا متحجرا لنموهم الرأسي القيادي الاجتماعي داخل هذه المجتمعات. وده هيرجعنا مرة ثانية اللي احنا قلناها قبل كده في الشرح اللي قبل كده، نظرية العلوية والدونية، وسوف يعاني منها أصحاب هذه الهجرات الناعمة. ده أنت جايبني عشان أنا خبير، أنت جايبني عشان أنا عندي كذا وكذا 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 وكذا. سوف يعاني منها أصحاب هذه الهجرات الناعمة من المتميزين والمبدعين. طب أنا بعمل إيه؟ فهم لن يصبحوا مواطنين من الدرجة الأولى كقرنائهم من أبناء المجتمعات من المواطنين الأصليين. ده اللي بيحصل، وأمثلة على كده كثيرة جدا 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 في أماكن مختلفة من العالم. إذا نرجع بعد الخماسية اللي كانت عنها من ثلاث أربع شرائح قبل كده، هو اللي هي المتقاطعات والمتشابكات والمتطابقات والمترادفات والمتوالات. دي حاجات داخل المجتمع، داخل المجتمع. هذه التقاطعات والتشابكات والتطابقات ستنشئ لنا ستنشئ وتبني وتثمر ثقافات وفلسفات جديدة. زي ما قلت، كلما تحرك المجتمع أفقيا ورأسيا وفي كل اتجاه، كلما أنشأ لنا ثقافات جديدة لم نكن نعتدها من قبل أو نتعامل معها كمكون من المكونات الرئيسية للمجتمعات التي نخدمها ونعيش فيها. يعني حذاري احنا نروح لمجتمع سوري، سواء كان في النزوح أو في اللجوء، أو حتى من المهاجرين السوريين، أو مجتمع صومالي كان في النزوح أو كان في اللجوء أو حتى في المهاجرين، وحنعمله بنفس الثقافة، ثقافة المجتمع اللي كان مستقر فيها منذ 20 سنة أو 30 سنة. وده برضك تحذير لمين؟ لأبناء هذه المجتمعات. انتوا ايه اللي غيركم؟ مش انتوا سوريين زينا؟ لا، هم سوريين بس اتغيروا غصب عنهم، لأنهم تركوا كل شيء وبتعايشوا مع أشياء جديدة لم يكنوا يعتدوها من قبل. نيجي بقى حته مهمه جدا ذكرتها كده على استحياء في الاول واحنا ماشيين، لكن هرجع اكلمها تاني، ودي اخطر نقطه في الموضوع كله، اخطر نقطه في الموضوع كله. عشان كده حطيتها ان انقسام من شتاري قدامي تاني مره ثانيه، اللي هي عمليه السوشيال ميديا. اهم ما نريد ان نتناوله هو التواصل الاجتماعي. ان اهم ما نريد ان نتداوله اليوم معكم هو التاثير السلبي أو الإيجابي الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي على إيه؟ على الفلسفات الفكرية، الثقافات والقيم، العادات والتقاليد، العقائد والأديان والسياسات، وخلاف ذلك من إيه؟ من رواسخ في البناءات المجتمعية. لابد عليكم أيها الشباب جميعا، نرجع نقولها تاني، إن أهم ما نريد أن نتداوله اليوم ومعكم هو التأثير السلبي أو الإيجابي الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي على الفلسفات الفكرية نمرة واحد، الثقافات والقيم نمرة اثنين، العادات والتقاليد نمرة ثلاثة، العقائد والأديان نمرة أربعة، والسياسات، وخلاف ذلك من ركائز ورواسخ في البنية المجتمعية. لابد نعملها. فأحدثت هذه المنصات ثورة داخل الفلسفة. تبقى ثورة فين؟ الفلسفة دي فين؟ ما بتشافش. الضمير فين؟ ما بيشافش. السرير فين؟ ما بتشافش. داخل أعماق النفس البشرية. فأحدثت هذه النصات ثورة داخل فلسفات وضمائر وأفئدة وسرائر وبصائر. ليس فقط مجموعة معينة من البشر، لكن سكان المعمورة كلهم. فأحدثت هذه النصات ثورة داخل فلسفات وضمائر وأفئدة وسرائر وبصائر سكان هذه المعمورة، وسوف تتزايد
وسوف تتزايد، وسوف هذه الثورات ها وتتزايد معها يبقى آثارها السلبية أو الإيجابية في كل لحظة، لتحدث لنا انشطارات ثنائية مرة ثانية زي اللي احنا شايفينها كده في الصورة، لنا انشطارات ثقافية فلسفية جدا من داخل المتواليات اللي احنا شايفينها. هقولها تاني لأن دي أخطر شيء احنا بنواجهه دلوقتي. يعني أنا بتكلم على السوشيال ميديا ليها بعض الفوائد وكثير من الإيه من المسائل. إن أهم ما نريد أن نتناوله اليوم معكم هو التأثير السلبي أو الإيجابي الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي على الفلسفات الفكرية، الثقافات والقيم، العادات والتقاليد، العقائد والأديان والسياسات، وخلاف ذلك من رواسخ في البنايات المجتمعية. فأحدثت هذه المنصات ثورة داخل فلسفات الأعماق يعني، وضمائر وأفئدة وسرائر وبصائر كل السكان معمورة. وسوف تتزايد هذه الثورة هذه الثورات وتتزايد مع أثرها السلبية والإيجابية في كل لحظة، لتحدث لنا اللي هو الانشطارات زي ما احنا شايفين ايه في الشريحة، انشطارات ثقافية فلسفية جدا من داخل المتواليات الجديدة. واضح؟ الخاتمة عشان نختم معانا بعض بقى، لأن ايه أطلت الحديث عليكم شوية. أنا في المحاضرة اللي فاتت في الجزء الأول ناقشنا في خاتمة، في الخاتمة بتاعته بدء المسيرة، بدء المسير في صناعة الشخصية المجتمعية. يعني لقد ناقشت معكم يا شباب في الجزء الأول من هذه المحاضرة خاتمة بدء المسير في صناعة الشخصية المجتمعية داخل المتوازنة. احنا كنا بنبني ايه؟ احنا كنا بنبني البيت او بنبني المجتمع من كله، ثم من بعد ذلك اللي هو التاريخ، ثم من بعد ذلك المسارات من خلال الحاجيات المجتمعية التي يحتاجها المواطن، ومن ثم بعد ذلك صناعة المركبات ها القادرة على إدارة المسارات من جهة، وكذلك التواصل والتنسيق بين كافة المسارات المجتمعية من جهة أخرى. ده اللي احنا ناقشناه الأسبوع اللي فات. خلاص اليوم بقى احنا دخلنا جوه العميق، العميق بقى بنتكلم عن النفس، وبنتكلم على الفلسفة، وبنتكلم على السريرة، وبنتكلم على الضمير الى اخره الى اخره. واليوم اطلب منكم واتوسل اليكم ايها الشباب الواعي اكثر من هذا. فاليوم سوف نغوص ونسبح داخل اعماق واغوار النفس البشريه للمواطن، والاغوار دي المرتبطه بحاجياته المجتمعيه او حاجياتها المجتمعيه من خدمات والتي ذكرتها في معرض حديثي من قبل. يعني خلاص احنا بنينا البيت زي ما انا ورديته في اول المحاضره، واليوم هنخش بقى ايه داخل اعماق النفس التي تحتاج اشياء كثيره. السؤال هنا بقى قبل ما نمشي في المسيره الثانيه، المسيره الاولى احنا عملناها الاسبوع اللي فات، هل انتم مستعدون بايه؟ الاستعداد لازم يكون معاك العده بالصبر والمثابره في مواجهه ايه؟ مفيش هزار، اتس نوت جوك، مفيش هزار، في مواجهه البحث والتنقيب والتحليل والترتيب والتصنيف والإدارة، ثم من بعد ذلك الإبلاغ والإعلان عما تقومون به. ده الأساس اللي إيه زي ما تقول إيه، أنت عايز تعمل خريطة الطريق نعمل فيها إيه؟ حط فيها دول. أنت هيكون دورك وأنت هيكون دورك البحث والتنقيب والتحليل والترتيب والتصنيف والإدارة. يعني إيه اللي منجح كل منصات التواصل الاجتماعي؟ إنهم استطاعوا من خلال المعلومات اللي عندهم إنهم يديروا هذه المعلومات، فأصبحوا هم أغنى منصات أو أغنى شركات في العالم. يبقى نقول السؤال تاني والتحدي تاني يا شباب، العملية مش عملية فرقيعة ولا أهل الأمة ولا أهل بازلة، لا لا لا، كل ده كلام فارغ. العملية عملية صبر ومثابرة من جهة داخلية عندك أنت، ثم إيه اللي هتقوم بيه بقى؟ بحث، تنقيب، تحليل، ترتيب، تصنيف، وإدارة المعلومات اللي أنت هتمشي عشان تاخد المجتمع، ثم بعد ذلك تتحمل مسؤولية الإبلاغ والإعلان وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. مجرد ما تتواصل بالحق لابد أن تكون صبور، مجرد ما تعلن عن الحق لابد أن تكون صبور وتتحمل الأذى. ده أول تحدي، هل أنتم مستعدون للصدع بقول الحق زي ما قلت في الشريحة اللي فاتت من أجل حصول مجتمعاتنا جميعا على هذه الخدمات؟
عايزين مجتمعات تبقى احسن مجتمعات ازاي؟ لابد نصبر، لابد جزء منا يضحوا بحياتهم واوقاتهم زي ما قلت انا في المحاضره اللي فاتت. هل انتم مستعدين لتحمل مشقه تغيير المناخات الفلسفيه؟ انت بتغير المخ، يا ريتك بتغير المخ وتعمل زراعه مخ، ده انت بتغير فلسفه التفكير في المخ، ده من اصعب الاشياء اللي عاجز فيها كثير من الانبياء. هل انتم مستعدون لتحمل مشقه تغيير المناخات الفلسفيه المجتمعيه ومواجهه الفسده والمفسدين في كل المجتمعات ولا لا؟ ده التحدي الثالث، السؤال الثالث لكم. السؤال الرابع، هل انتم مستعدين ان تصلوا الى كافه المجتمعات القائمه على ارض المعمور؟ بمعنى زي ما انا قلت قبل كده، قد اصبح الانسان نفسه مجتمعا في حد ذاته، منفصلا حتى عن اخته عن اخوه عن ابوه عن امه عن خالته عن عمته، كل قاعد كده لوحده او اصبح مجتمع. لان منصات التواصل الاجتماعي اجبرته او اجبرت الفتاه على ان انت ايه تعيش هي في مجتمعها بتاعها هي. هل انتم مستعدون ان تصلوا الى كافه المجتمعات القائمه على ارض هذه المعموره ولقد اصبح الانسان مجتمعا مستقلا بذاته؟ فعوضا عن مجابهه مئات الالاف من المجتمعات الشعوبيه، ها، سوف تواجهون مليارات من المجتمعات الفردية الممثلة للفرد ذكرا أو أنثى داخل كل مواطن يعيش في أغوار المعمور. ده التحدي إيه؟ الرابع. ده السؤال الرابع. السؤال الخامس، هل أنتم مستعدون للتطور؟ يعني في ناس مش عايزة تطور، عايزة تعمل الشيء اللي عملته من 50 سنة تعمله تاني. هل نحن مستعدون للتطور ومن ثم إحداث التغيير المجتمعي المنشود لتدخل المجتمعات؟ احنا مستعدين نغير من سلوكياتنا، نغير من ادائنا، نغير من طرقنا في العمل ولا لا؟ هل انتم مستعدون واحد اثنين ثلاثة اربعة سادس، التحدي السادس، هل انتم مستعدون للتسابق مع الزمن؟ بي اهيد اوف ذا تايم، تسابق مع الزمن والتصارع مع الفلسفات. لان العمليه مش عمليه تبني لي كوبري، تبني لي عماره، لا 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 لا، سيبك من الجماعه اللي هم اللي معاهم حبه فلوس كده وبيبنوا لك عماره ويقول لك انا عندي اعلى برج، ده كل الكلام فارغ. هل انتم مستعدون تسارع مع المستعدين للتسابق مع الزمن والتصارع مع الفلسفات الثقافيه المجتمعيه والتدافع مع الارواح والافئده؟ لان احنا بنتكلم عن اغوار النفس البشريه وما ده وما ما 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 كان خبيئا داخلها. دي نمرة ستة. هل أنتم مستعدون لإحداث كل هذه الإنجازات؟ ممكن يقول لك أه مستعدين. المبهرة، الزاهرة، ها، وغير عابئين بذكر التاريخ لكم. في ناس بيقول لك لا هنعمل كده عشان إيه يبقى اسمنا في 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 الموسوعة. اسمع، هل أنتم مستعدون لإحداث كل هذه الإنجازات العظيمة المبهرة الزاهرة غير عابئين بذكر التاريخ لكم حتى وإن نسبت هذه الإنجازات كذبا كما تنسب الآن وزورا وبهتانا لغيركم من الأفاقين والمنافقين؟ هذا ما يحدث بالضبط الآن. أفاقين من المشايخ والدعاة والإعلاميين والسياسيين إلى آخر إلى آخر إلى آخر. وين نقطة المكان في التحديات؟ 1 2 3 4 5 7. نمرة ثمانية، نمرة ثمانية، هل أنتم مستعدون يا شباب للعيش بلا زاد والسير بلا راحلة والتعلم بلا معلم والاهتداء بلا رشد أو رشاد؟ تعتمد على نفسك اعتماد 180 درجة. ده السؤال الثامن. أنت بتبني مجتمع، تبني مستقبل، تبني أمة، تبني وطن، تبني دولة، تبني ثقافة، تبني فلسفة. التاسع، هل أنتم مستعدون لأن تكونوا أول من يعطي وأول من يمنح وأول من يصبر وأول من يثابر وأول من يجزع من أجل الآخرين وأول من يحمي هذه المجتمعات في عصرنا هذا بعون الله سبحانه وتعالى؟ التاسعة، هل أنتم مستعدون أن تقومون بما عجز عن القيام به السماوات والأرض؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وحملنا الإنسان. يعني ربنا عرض هذه الأمانة على كل هذه المخلوقات العظيمة فقالوا لا، فخففها والإنسان أنى لها.
إنه كان ظلوما جهولا. هل أنتم مستعدون على أن تتحملوا ما لم تستطع أن تتحملوا الجبال والسماوات والأراضين؟ معنا يا شباب؟ معنا يا شباب؟ إن التحدي الذي سوف يواجهنا في هذا الجزء من المحاضرة هو التحدي لبناء الأنفس القادرة على إصلاح الأنفس من أجل إسعاد كل نفس خلقها الله من أبناء الأنفس البشرية وأبناء أنفس الخلائق الأخرى والتي خلقها المولى لخدمة الأنفس البشرية. لأن خلقنا من البناء اللي هو الحيطان والسقف والطرق والكلام ده كله. أيوة خلاص. دلوقتي إن التحدي الذي سوف يواجهنا فهذا الجزء من المحاضرة هو التحدي لبناء الأنفس القادرة على إصلاح الأنفس من أجل إسعاد كل نفس خلقها الخالق من أبناء الأنفس البشرية أو أبناء أنفس الخلائق الأخرى والتي خلقها المولى عز وجل لخدمة الأنفس البشرية. فإن كنتم أهلا لهذا وأنا أعتقد وأؤمن وأجزم بأنكم أهلا لهذا فقودونا معكم سنسير في ركبكم لنكن لكم عونا وذخرا ورفاقا. أنا ما عندي مشكلة من يقود الركب. فما أنتم ونحن إلا شموسا لن تنطفئ أنوار إشراقاتها. لن تنطفئ أنوار إشراقات الشموس لأنكم ستتوالون في نشر هذه الأنوار تباعا إلى أن يرى الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها أو الخليقة ومن عليها. فما أنتم ونحن إلا شموسا لن تنطفئ أنوار إشراقاتها وسوف تظل مشرقة أبد الدهر. انت حلت بإيه بهذه الخلاص بالإخلاص والتقوى والتواضع ودين الجانب ومصالحة النفس طبعا مبنية على العلم والمعرفة مش بس من غير علم ومعرفة لا والعلم والمعرفة والإيمان. وستتابع مسيرات هذه المسارات المجتمعية داخل أفئدة التاريخ وثقافات الشعوب أبد الدهر. وستكونون أنتم بإذن الله الوقود المحرك لكافة حركات هذه المسيرات التقدمية المجتمعية. أولا تاني، فما أنتم ونحن إلا شموسا لن تنطفئ أنوار إشراقاتها وسوف تظل مشرقة أبدا إن تحلت بالإخلاص والتقوى والتواضع وإن الجانب ومصلحة النفس والعلم والمعرفة والتجربة. وستتابع مسيرات هذه المسارات المجتمعية داخل أفئدة التاريخ وثقافات الشعوب أبد الدهر. وستكون أنتم أيها الشباب بإذن الله الوقود المحرك لكافة حركات هذه المسيرات التقدمية المجتمعية. فهيا بنا لنخطو سويا. أنا المحاضرة اللي فاتت اخترنا الخطوة الأولى، المحاضرة دي هنخطو الخطوة الثانية والثالثة والرابعة والعشرة إلى آخره من الخطوات إلى أن تصل شعوبنا إلى بر الأمان المجتمعي الذي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وأكرمكم الله وأخلف الله عليكم، وأتمنى أن نلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله يوم الجمعة، لأن عندي بس موعد يوم الخميس. هنلتقي في المحاضرة باللغة الإنجليزية إن شاء الله on Friday. We'll have the same talk in English 6 o'clock UK time and 9 o'clock Mecca time Thursday إن شاء الله this Thursday. So be tuned and please use the Zoom and you can listen to me on the Facebook, but actually if you want to see all the slides and the drawing and please use the Zoom. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.